مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم طريقة الكنافة بالفستق، وهي وصفة تركية. أولا نحتاج إلى صينية خبز متوسطة الحجم دائرية. ادهن الجزء السفلي من الصينية بالزبدة أو السمن، وتحتاج إلى عجينة كنافة. الآن يمكنك البدء في وضع طبقة من العجين في القاع. واقطع العجين الزائد، استمر في وضع العجين حتى يتم تغطية الجزء السفلي من الصينية بالكامل. سخن الفرن إلى درجة حرارة 430 فهرنهايت، واطحن الفستق طازج، ثم أضف سكر حسب الرغبة واخلطه جيدا. وزع الفستق على العجين بالتساوي، ويمكنك سحق الفستق وإضافة طبقة. اضغط بقوة للتأكد من أن المكونات قد التصقت ببعضها تماما، ثم نبدأ بإضافة طبقة أخرى من العجينة حتى يتم تغطية الفستق بالكامل، ثم أضف بعض السمن والآن ضعها في الفرن حتى يصبح العجين بلون ذهبي. وعندما تكون حارة قم بصب بعض شراب السكر أو القطر. ثم زينها بالفستق. وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني، وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.